السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم دلوقتي على الفيتامين بي 3 اللي هو النايسين او البلاجرا بريفنتيف فاكتور. تمام، اول حاجة عندنا الكيمستري بتاعه لازم نتعرف عليه. الكيمستري مهم جدا بتاع النايسين. النايسين يا شباب ده بيتعمل من ايه؟ لو تفتكروا بيتعمل من حاجة اسمها او النيكوتينيك اسيد. ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن الرينج اللي انتوا شايفينها، تمام، وعندها النيكوتينيك اسيد بيبقى عنده مجموعه كاربوكسيل جروب. اوكي تمام، ده اول ما بيتصنع بيبقى عباره عن ادي الرينج اللي انتوا شايفينها البيريدين رينج، وفي ايه، وفي كاربوكسيل جروب في الكربونه الثالثه دي عباره عن سي او او اتش. تمام، ده النيكوتينيك اسيد. بنحوله لحاجه اسمها نيكوتينامايد، يعني الكاربوكسيل جروب دي نحولها لامايد جروب سي او NH2، بتبقى نيكوتين امايد. وبعد كده بتبتدي الامينو جروب او ال NH2 اللي اتنقلت على الكربوكسيل جروب دي احنا بنجيبها من الجلوتامين. اوكي، بعد كده النيكوتين امايد يبتدي يدخل في تركيب تو فيري امبورتنت كو انزيمز، الناد او النيكوتين امايد ادينين داي نيوكليوتايد والناد بي نيكوتينامايد ادينين داي نيوكليوتايد فوسفيت، اللي هو انا بشبك بعد كده النيكوتينامايد ده، تمام، برايبوز وفوسفيت وايه، وادينين معاه رايبوز وفوسفيت، فبعمل حاجه اسمها داي نيوكليوتايد او نيكوتينامايد ادينين داي نيوكليوتايد. اوكي، لو شبكت معاهم فوسفيتا كمان بقى ناد بي. تمام، تعالوا بقى نشوف الرول بتاعه. الرول بتاع التو كو انزيمز دول بيشتغلوا از هيدروجين كارير في الاكسديشن ريدكشن رياكشنز. اوكي، بيشيلوا الهيدروجين اتومز اللي بتطلع من سبستريت معين ديورنج الاكسديشن بتاعه. فين؟ يقولك بيشيلها على النيتروجين 1، شايفين النيكوتينامايد رينج، النيتروجين 1 والكربونه الرابعه. انا بتكلم دلوقتي في الرسمه اللي تحت اللي هي مكتوب عليها سهمين رايح جاي اوكسيديشن ريدكشن رياكشن اوف ناد اند ناد بي. اوكي، الرينج دي عندك N1 اللي عليها بوزيتيف، والC4 اللي هي واخده رقم 4، دول اماكن الهيدروجين ما بيمسك في الرينج بتاعتي. اوكي تمام، بيمسكوا ازاي التو هيدروجين اتوم؟ يقول لك انا عندي C4 بتاخد الهيدروجين از اتوم على بعضها كده بالالكترونز بتاعتها. اوكي، فول هيدروجين اتوم، تمام، طيب على السي 4. طب والان 1 يقول لك لا، النيتروجين دي بتبقى بوزيتيف، يعني هي في الاكسديشن في الشكل او في الحاله الاكسديتيف بتاعه النات بتبقى عندها ايه، بوزيتيف تشارج. تمام، فلما تيجي الهيدروجين اتوم تطلع بيحصل لها ايونايزيشن، والN1 دي تأكسبت الايه، تأكسبت الالكترون فقط من الهيدروجين اتوم، تصبح الهيدروجين ايونايزد، تصبح ايه، ايونايزد هيدروجين، يبقى هيدروجين بوزيتيف، يحصل لها ريليزي للسراوندينج ميديم، والالكترون بتاعها فقط هو اللي يتنقل للN1 اللي هي كانت تحمل بوزيتيف تشارج عشان تتعادل. اوكي، فتاني ازاي التو هيدروجين اتومز بيتشالوا على الناد او الناد بي؟ 1 هيدروجين اتوم بتشبك از فول هيدروجين اتوم، فين؟ في السي 4 كلها على بعضها بالالكترونز بتاعتها. طيب الثانيه، الهيدروجين اتومز الثانيه بيحصل لها ايونايزيشن. اوكي، النيتروجين في الحاله اللي هي الاكسيديتيف فورم اوف ناد بتبقى عليها بوزيتيف تشارج، يعني بيبقى ناقصها ايه، بيبقى ناقصها الكترون فقط، فبالتالي بتاكسبت الالكترون بتاع الهيدروجين، فايه، فالهيدروجين تتأين ويحصل لها تبقى ريلي، تبقى ايونايزد هيدروجين، الهيدروجين فقط البوزيتيف هيدروجين بتريليز انتو سراوند ميديوم. اوكي، والالكترونز بتاعتها بيحصل لها اكسبتنس بمين، بالنيتروجين بتاع النيكوتينامايد رينج. اوكي، فبالتالي لذلك احنا لما بنيجي نكتبه بنكتبه ايه، ناد اتش هو شايل اتش واحده فقط، والاتش الثانيه اخد منها الالكترون بتاعتها
والايونايزد هيدروجين بقت فين؟ بقت في السراوندينج ميديم، بنكتبه ناد اتش بلس اتش. طيب تعالوا بقى نتعرف على الرياكشنز اللي ايه اللي بتعتمد على الناد والناد بي از هيدروجين كارير. اول حاجة الناد ديبندنت زي مين؟ كلها اسامي حاجات احنا عارفينها، عارفين الرياكشنز بتاعتها، زي الجليسرالدايس ريفوسفيت دي هيدروجينيز اللي هو كان فين، ده مهم جدا جدا كان في الجلايكوليسز. اوكي، اول ستيب عندي في الجلايكوليسز لانتاج الطاقة انه كان بيديني ناد اتش، والناد اتش يدخل الاي تي سي ويديني 2.5 ATP. اوكي، ده اول واحد. تاني حاجة اللاكتيت دي هيدروجينيز اللي هو بيحول البيروفيت للاكتيت وبالعكس. تالت واحد البيروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس، كان من ضمن الكوانزيمز الناد. ايه كمان؟ ميتوكوندري الايزوستريت دي هيدروجينيز. الايزوستريت دي هيدروجينيز بتاع مين؟ بتاع الكريبس سايكل اللي في الميتوكوندريا، اللي في الميتوكوندريا. تمام، ليه؟ لان لازم افرق جدا، لان في واحد شبه بالظبط ايزوستريت دي هيدروجينيز موجود في السيتوبلازم، وده الكو انزايم بتاعه الناد بي، وده يعتبر وان سورس اوف ناد بي اتش مع الاتش ام بي باثوي. تمام، طيب دي كلها رياكشنز احنا عارفينها. طيب اللي بعد كده الناد بي ديبندنت زي مين؟ زي الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز. كل بقى الانزيمز اللي هي بتطلع ناد بي اتش فين؟ في الاتش ام بي باثوي، جي 6 بي دي، 6 فوسفوجلوكونات دي هيدروجينيز، المالك انزيم، كل دي سورسز اوف ناد بي اتش او ناد بي ديبندنت انزيم. السيتوزوليك ايزوستريت دي هيدروجينيز انزيم. طيب ناد بي اتش ديبندنت بقى دي بتبقى ريدكتيز، بيستخدم فيها الناد بي اتش as a source of hydrogen for reduction of substance and production of substrate. زي مين؟ زي الريدكتيز of fatty acid synthesis، ال HMB، ال HMG CoA reductase اللي هو بتاع تصنيع الكوليسترول، الديهايدروفوليت ريدكتيز، كل دي بتعتمد على الناد بي اتش as a source of hydrogen. اوكي، تعالوا بقى نشوف الديفيشنسي بتاعه. الديفيشنسي بتاعه اسمه بيلاجرا. بيلاجرا ده يعني رف سكن بالايه؟ باللغه الايطاليه يعني. اوكي، السيمبتوم بتاع البيلاجرا بتتركز في السكن، في الجي اي تي، في الايه، في السي ان اس، او زي ما هم كاتبين كده 3 ديز، ديرماتايتس، دياريا، ديمنشيا. السكن بيحصل فيها حاجة اسمها ريد بيجمنتد سكيلي فيشر في الفيس وفي النيك وفي الدورس، كل الاماكن او كل المناطق اللي متعرضة لضوء الشمس تبتدي تبقى رف، خشنة خشنة، تبقى بيجمنتد، فيها بقع كده او لونها عاطي على بني شوية، سكيلي يعني زي تخينة زي القشرة، وممكن نتيجة الكيراتينيزيشن ده او نتيجة السكنس اللي حصل يبتدي ايه، يحصل فيشر، تبقى فيشر فين؟ في كل الاماكن المتعرضه للشمس، زي النيك، زي الدورسم اوف ذا هاند، زي الفيس، كل الاماكن دي، او الاماكن المتعرضه للاحتكاك او البريشر، زي مين؟ زي الالبو، الني، الجريتر تروكانتر اند الاسكلتوبريستس، كل الاماكن اللي فيها بريشر او متعرضه للصن تبتدي تحصل فيها البيجمنتيشن دي. تمام، ايه كمان؟ جي اي تي مانيفستيشن بتبقى دايريا، بيبقى استوماتايت، من انفلاميشن من اول الماوس لحد الايه، الانترايتس، يعني تبقى الماوس استوماتايتس، التانك جلوسايتس، الاستومك جاسترايتس، الامعاء اللي هي الانتستين انترايتس، يعني واخد الجي اي تي كله اند دايري. النيورولوجيكال بقى بيبقى العيان اريتابل، اريتابل يعني كده متعصب ومتنرفز او مش هادي، يعني مش قادر يركز، الميموري بتاعته مش كويسه، بيجيله بريفرال نيورايتس وبيجيله ديبريشن يعني اكتئاب. الديلي ريكويرمنت بتاع النياسين لازم
يكون في التشيلدرن 2 ل 12 مللي جرام في الدي، اوكي، الوومن 14 مللي جرام، والمن 16 مللي جرام في الدي. في البريجننت بيزيد شويه، بيوصل ل 18 بريجننت ويل بريست فيدنج.